ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية؟ حضرتك اتكلمت عن ضرورة عملية سياسية، الجانب العربي بيتكلم دايما عن ضرورة عملية سياسية، هل في أي فرصة للكلام عن عملية سياسية خلال المرحلة اللي جاية ولا لا؟ هناك فرق بين الامرين. الكلام على عمليه سياسيه، بدء عمليه سياسيه من الجانب العربي شيء ضروري. وعلينا نحرك اطراف الدوليه المختلفه سعيا لايجاد وسيله لوضع اطر معينه للتحرك، ما هو مقبول ما هو غير مقبول على الارض، كيفية متابعة التعامل الإنساني والقانوني على الأرض، ووضع خطة لعودة مرة أخرى للتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي. مع هذا بكل أمانة أعتقد أن وصول إلى حل على المدى القصير مع الحكومة الإسرائيلية الحالية شبه مستحيل. إنما هناك فرق بين الوصول إلى حل اللي أنا بعتبره شبه مستحيل حالياً، أي، وبين ترك الأمور لكي ييأس كل من له حق، ولكي نترك الدولة المحتلة تفرض سيطرتها على المواطنين بدون أي قيد أو شرط، ثم يغفل أو يتم تجاهل القتلة الفلسطينيين على مدى السنة بالكامل في الضفة الغربية، و يتم التركيز فقط على الحالة الإسرائيلية مع أحداث الأخيرة. طيب، إذا كان الحديث عن عملية سياسية شبه مستحيل في اللحظة دي، تحقيقه يعني فعلا، أو الحديث عن نجاح العملية السياسية، الحديث عن نجاحه، الأولوية دلوقتي بالنسبة لسلامة الناس على الأرض، لأي درجة من الممكن حضرتك شايف أنه إسرائيل تبدأ، لأن هم بيقولوا إن هم لسه في بداية العملية العسكرية، يعني في بداية حربهم زي ما هم بيقولوا، إيه اللي ممكن يتم لتغيير الوضع الإنساني على الأرض في اللحظة دي؟ أولاً، وأعتقد إن وزير خارجية الأمريكي يحضر إلى إسرائيل بعد يوم أو يومين، أيوة، لو أنا مش من متابعي الأخبار، يجب تأمين ممر إنساني أولاً عن طريق مصر لتوفير كل الخدمات والمواد المطلوبة للمواطنين الفلسطينيين. يجب توفير ممرات آمنة لخروج الجرحى، ويجب العمل مع الأمم المتحدة لضمان تحقيق كل ذلك، فضلاً عن أنه الضرب العشوائي الجماعي ضد المدنيين هذا مخالف لمسؤوليات الدولة المحتلة تجاه الشعب المحتل، فيجب محاسبة الجانب الإسرائيلي على المخالفات. تتصور انه ده ممكن يعني مش عايز ارجع، انا اصلا بحب الشعر، فممكن اقول لحضرتك عبد الرحمن الأبنودي قال ان الدنيا تحترم اللي يضرب ولا اللي يغلب مهما كان شيطان رجيم، فيعني تتصور لحضرتك بتقوله ده ممكن؟ معلش انا برضو برجع بره ثانيه، لانه يعني التحيزات يعني عاطفيه او شخصيه. كلامك في محله. الوضع العربي غير جيد، توازن القوى السياسيه في غير صالح العرب، انما ترك الامور بدون بذل جهد ل الحد من الخسائر، الحد من قلب الحقائق، برضو غير سليم. صحيح، أنا ألحيت على الجانب الفلسطيني مراراً على مدى السنتين الماضيات، اظهروا وابرزوا الجانب المخالفات الإنسانية الإسرائيلية تجاه فلسطين في كل المحافل الموجودة في الخارج. للأسف لم يتم هذا بقدر الكافي، مطلوب هذا الآن عربياً وفلسطينياً، إلى أن نخلق قدر من الزخم السياسي على أمل مع الانتخابات القادمة في أمريكا وفرص تشكيل حكومة إسرائيلية قادمة لبدء عملية تفاوضية. أنا غير متفائل من الوصول إلى حل على المدى القصير،
انما ارى ان هناك مجال كبير جدا لمحاسبه اسرائيل على مخالفاتها، وارى ان هناك تقصير دولي في هذا المجال. سيادة الوزير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معانا ورؤية حضرتك اللي قدمتها لنا. احنا بنحاول نفهم، بنحاول نقرب للناس اللي حضرتك عاصرته وشاهدته على فترات يعني عملك وخبرتك وتراكم شغلك على المستوى الدبلوماسي. أنا بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية على وجودك معانا يا فندم، شكرا جزيلا.